تستمر اليوم عمليات التصويت في الانتخابات البرلمانية المصرية لليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى التي تشمل 14 محافظة. وشهد اليوم الأول من التصويت إقبالا متدنيا من الناخبين وفق البيانات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات ومراقبي العملية. في هذه الأثناء بدأت عمليات فرز الأصوات في السفارات المصرية بعد أن انتهت عملية تصويت المصريين في الخارج. ومن المقرر أن تجرى المرحلة الثانية من الانتخابات في 13 محافظة من ضمنها محافظة القاهرة ومدن القناة وسيناء يومي 22 و23 من الشهر الحالي. معنا عبر الهاتف مباشرة من محافظة الوادي الجديد الصحفية شيماء موسى. سيدة شيماء، إلى ما يعزى هذا التدني في المشاركة في هذه الانتخابات، وهل تتوقعون مشاركة أكبر اليوم؟ اعتقد انه المشاركات هتكون، هيحاول كل المرشحين بجهدهم من امبارح في حشد المنتخبين، واعتقد انه هيكون الحشد اكبر النهارده بشكل عن اكبر من امبارح، لمجرد انه المرشح كل مرشح بيحاول يثبت نفسه ان هو الاكفى والاحسن. الانتخابات في الوادي الجديد ما زال الاقبال ضعيف النهارده في اليوم الاول في الصبح، اعتقد ان المشاركات بتبقى اكثر بالليل بشكل ملحوظ عن او بشكل مقارنه بالنهار، لان الجو حر. والصوره السائده في الوادي الجديد هي عدم اقبال الشباب، نسبه الشباب المشاركه لا تتعدى 0.5%، ما فيش اي اقبال من الشباب على الانتخابات البرلمانيه، وعدد المصوتين الستات ثلاث ارباع الرجاله، ما فيش نسبه، والمصوتين الرجال بعضهم كبار سن وفوق سن ال 60، رصدنا حالات فوق ال 80 سنه مرشحين مصوتين للانتخابات، نسبة الشباب من 18 سنة لغاية 40 سنة شبه معدومة في الوادي الجديد. شكرا. الستات هي أصحابات المنازل، هي اللي مسيطرة على المشهد في الانتخابات، واعتقد ان العيب ده في الحكومة المصرية، ما فيش أي دعم للشباب ولا أي حاجة مشجعة ان الشباب تشارك في الحياة السياسية، والشباب في الوادي الجديد عارفين ان العافية حبيبي. شكرا لك من محافظة الوادي الجديد الصحفية شيماء موسى.